طبعا اول مشاركه لنا في اول بطوله لنادي السالميه كانت هي نهائي الكاس مع نادي كاظمه، وحصلنا على كاس الاتحاد. احنا من بدينا من 83 قدرنا ان نسيطر على الكره الكويتيه، يعني قدرنا ان ناخذ نحصد البطولات سواء بالدوري او بالكاس. طبعا اول بطوله شاركنا فيها فريق نادي السالميه تحت 14 سنه، وحصلنا على المركز الاول من ضمن اربع فرق مشاركين في الدوري العام. هذه بداية نهضة كرة اليد السالمية، وبعدها بدأنا نحصد البطولات من تحت 14 17 19 لين وصلنا الدرجة الأولى. يمكن من أفضل البطولات اللي كنا نشارك فيها كمنتخب، يعني أول سنة لما خذونا المنتخب وقدرنا نشارك في الإمارات التصفيات بطولة العربية تحت 17 سنة أو تحت 14 سنة، وقدرنا ناخذ مركز الأول. وبعدين كانت النهائيات في جدة وخسرنا وطلعنا مركز الثاني لأن فريق السعودي طلع الأول. الإنجاز اللي فعلا يمكن عطى نكهة حلوة للكرة الكويتية حصولنا على كأس آسيا بالكويت بال95، وفعلا يعني يمكن كان الإنجاز هذا مو بس لي أنا الفرحة، كانت الفرحة للكويت كلها اللي كان يشاهد بذاك الوقت المباريات، أن الجمهور يمكن إذا المباراة الساعة 4 الساعة 2 تلقى الجمهور، وتشوف الجمهور اللي برا بالملعب الخارجي أكثر من اللي داخل، يعني هذه كانت فرحة بالنسبة لنا وكانت عزيمة قوية أن نلعب ونحصل على المركز الأول. يمكن بطولة آسيا هي كانت الفرحة وبداية المشوار للكرة اليد الكويتية. يعني اليوم لما تلعب أنت على ديرتك وتشوف الجمهور وتشوف الناس لما تيك ويلا يا كابتن، يلا يا محمد، يلا يا خالد، يلا، وتشد من الأزرق، هني تبدأ أنت يكون ضغط عليك قوي كلاعب، يعني تفكر بكل كرة تباصيها، بكل كرة تحاول تخلصها بالمرمى. يعني دائما الجمهور هو اللي يعطي الرهبة أكثر. احنا دائما أي مباراة تكون على الكويت نكون وايد مضغوطين، لأن تعودنا والجمهور الكويتي دائما متعود أن أي بطولة تكون بالكويت لازم تكون كويتية، وهذا اللي عودونا عليه هما. يعني دائما احنا قبل لا ننزل، لأن ما في مسافة بيننا وبين الجمهور يمكن المترين ثلاث، فبالتالي حتى نزلتك من الباص للملعب تلقى الجمهور يكلمونك، حتى بالفندق يعني يلاحقونك، فبالتالي كان ضغط قوي علينا، والحمد لله قدرنا نتغلب على هذا الضغط وحصلنا على المركز الاول. كرة مع الكويت وهدف جميل لعبد الخالق عبد. يعني انا واحد من اللاعبين اللي فعلا يمكن كنت انطق وايد بالملعب، يمكن الثلاث كسور كان عندي بالانف، وعندي شرخ هني، وعندي الإصابة بالأنكل، وغير العمليات اللي حصلت بالركبة. يمكن الإصابة اللي فعلاً اللي أنا واحد من الناس اللي انضريت مع فريق نادي السالمية، كانت عندنا بطولة في دبي أعتقد في 94، وكان يوم عيد ميلادي. يعني المباراة هذه يا أن ناخذ المركز الأول أو نوصل المركز الثالث، فكانت مع فريق الأهلي السعودي. اللعبة هذه بيوم عيد ميلادي لعبنا، طبعاً أنا المدرب كان حاطني قدام صالح طريجي لاعب السعودي الله يذكره بالخير ومسي عليه. يعني حاول كثر ما يقدر يصوب من فوقي بس ما قدر، لأن عبد الرزاق بالجول كان حافظه عدل، عبد الرزاق بلوشي، وأنا قدامه مسكر عليه، فكان متضايق وايد. يعني حاول كثر ما يقدر انه يصوب بس ما مو قادر، فصارت هجمه علينا، هو حاول يشوت وانا وياه ارتفعت وياه ونزلت بالارض. طبعا عطاني كوع ونسيت، فقدت الوعي انا، يعني بالطقه هذه شق اللثه، فقدت الوعي. يمكن انا 6 أشهر وانا عالج اللثه مع الخشم. ف كانت هذه البطولة بالنسبة لنا أن ناخذ فيها المركز الأول، بس ما حصل نصيب لأن الوضع اللي كنا فيه. بعدين ما عندنا، لأن كان عيسى أخوي واحد من اللاعبين الأساسيين بالفريق كان مصاب، المفروض أنه يكون يلعب بس أنه أصاب بالكويت قبل لا أروح البطولة هذه، فما كان في البديل أنه يكمل بدالي. بس الواحد يقول الحمد لله على كل حال، يعني لو فايزين احنا مع ان طلعوا فرق هدف واحد، يعني لو مكمل اعتقد كان تغيرت النتيجه. طبعا انا قبل لا اعتزل
لمدة 3 سنوات أنا كنت مساعد للفريق الأول، بس مو بشكل مباشر، كنت أساعد المدرب، وكنت يمكن لأني أنا كابتن الفريق كنت داخل الملعب مساعد للمدرب خارج الملعب، فبالتالي أي شيء يصير يعني أنا داخل الملعب أنا اللي أوجه اللاعبين، ومرات أنا أمر من اللاعبين، مرات يعني أقعد بالمدرب وأخذ فكر منه. والحمد لله عقب ما اعتزلت اللعبة اتجهت للتدريب على طول، يعني هذه هواية لكل إنسان، ممكن تكون مدرب، ممكن تكون إداري، تكون فنان رياضي، يعني هذه هواية بالنسبة لأي لاعب أو أي شخص عنده الهواية. أنا اتجهت للتدريب لأن أنا حاب لعبة كرة اليد، وبالعكس الحمد لله يمكن حصلت على بطولات من خلال مسيرتي بالتدريب، حصلت يمكن على 6-7 بطولات من خلال تدريبي ل10 سنوات. عبد الخالق هدف لصانع الألعاب. يمكن عندنا بطولة عربية في سوريا بس 86 87، طبعا أنا بالمعسكر أنا كنت أساسي، كل المباريات أنا كنت أساسي. لما رحنا البطولة أنا فوق المدرج، يعني أول لعبة كانت قوية ويا الجزائر، المدرب قال لي أنت مو بالتشكيلة، اللعبة اللي بعدها مو بالتشكيلة، اللعبة الثالثة مو بالتشكيلة. زين أنا بعرف السبب الحين. آخر شيء قعدوا وياي الإدارة وقعد المدرب الفريق وقال لي أبيك اليوم تلعب. أنا نفسيتي طبعا صفر، لأن من الأساسي لفوق المدرج شوية صعبة، وأنا كنت لاعب أساسي. فلما نقعد وياي المدرب قال لي شوف يعني أنا ما عندي ورقة رافعة بالفريق، المشكلة أن كل اللاعبين نجوم عندي، فأبي ورقة واحدة اللي أستفيد منها بالنهائي، هي لعبة سوريا، يا تصيب يا تخيب. ففعلا الحمد لله يمكن لعبنا لعبة سوريا، أنا سجلت من ضمن أعتقد 21 أو 22 هدف، سجلت 12 هدف لأن كانت المراقبة أكثر شيء على إسماعيل عبد الغدوس وصالح مهنة، وأنا كنت فاضي وما أخذ راحتي، لأن المدرب يبي الفترة هذه يكون في لعب فردي أكثر، وعارف عبد الخالق المدرب لما يلعب، وحتى لما رجع الكويت وبعد ما خلصنا البطولة قال عند الورقة الرابعة للفريق كان عبد الخالق هو الورقة الرابعة، عشان شي استغليته آخر مباراة. الحين ما كرة يد، الحين فقدنا هوية كرة اليد. يعني بالسابق كنا نستمتع لما نقول في مباراة كرة يد، بالسابق كنا ننام الكرة يمنا، وين ما نروح يمكن حتى الأفندي لما ناكل الأفندي وإحنا قاعدين مع الإخوان على الغداء وكذا نقعد نحذب بعض كأننا قاعد نلعب مباراة. فبالوقت السابق كان عندنا كرة يد، الوقت الحالي فقدنا هوية كرة اليد. يعني نتمنى إن شاء الله أن ترجع هوية كرة اليد، لأن فعلا الجمهور الكويتي متعطش أن يشوف منتخب الكويت يوصل لمنصات تتويج، يعني خاصة أننا صار لنا فترة طويلة ما نافسنا على منصات تتويج. طبعا يمكن أنا كان في عندي مجال أني ألعب أكمل، بس شفت الفريق أن يمكن حط ذقله كله على عبد الخالق، فبالتالي لازم يا الوقت اللي أنا أعطي فرصة حق الشباب أن يلعبون، يعني إذا أنا داخل الملعب ما راح يلعبون لأن كل اهتمامهم على عبد الخالق، فبالتالي حبيت أني أنا ابتعد علشان يكون اللعب كله جماعي. فالحمد لله يمكن جبت منتخب إيران ولعبنا مع منتخب إيران وصار اعتزال، والحمد لله توفقنا فيه وعطيت مجال حق إخواني اللاعبين أن يلعبون، والحمد لله نجوم نادي السالمية.